بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هعمل ادنس او برنامج على الداينامو، هيفتح الملفات الفاميلي اللي عندي والبروجكت اللي عندي بسرعه، واعمل لها ابجريد وسيف. تمام، يعني الفكره ايه؟ ان انا ممكن يكون عندي مكتبه وكل ما اجي افتح حاجه او افتح مشروع الاقي خد وقت في ان هو يعمل ابجريد ل 2014، فانا عايز اقول له لا، خليك شغال على اخر اصدار عندي. فالطريقه السريعه كده ان انا هعمل برنامج يفتح الملفات دي كلها ويقفلها وبسرعه، تمام، مش تاخد وقت. فاقول له باكج واقول له سيرش فور باكج واقول له ار اتش واي تي اتش ام اللي هي ديت، واقول له اعمل لها داونلود. تمام، اوكي، بيبدا يسطبها عندي، بيقول لي ان فيها ملف بايثون خلي بالك، فبقول له اوكي انا ضامن الموضوع دوت، فبيبدا يحمل لي الملف دوت. يبقى انا البرنامج بتاعي هيعمل ايه؟ هديله مسار، والمسار دوت هو يبدأ يدور فيه على ملفات الريفت ويفتحها ويسيفها ويقفلها على طول. تمام، فهقول له اديني المسار. تمام، اهو هقول له انا عايز دوت المسار. تمام، وبعد كده دايركتوري فروم باس. رومباس روم اهوت، ماشي، اقول له خد الباص اهوت. لازم اقول له براوس وادي له الملفات. تمام، فاقول له انا عايز بقى الدايركتوري content هنا. محتاج ايه؟ محتاج المسار، ادور المسار، ومحتاج السيرش سترينج. ايه السيرش سترينج؟ يعني ايه الامتداد اللي يدور عليه. تمام، طيب ممكن اجي هنا واقول له اديني سترينج، ولو سبتها فاضيه مفيهاش مشكله. يعني هاجي هنا اقول له نجمه دوت ار اف اي، يعني دور على الملفات اللي فيها ار اف اي. تمام، لما تيجي تبص هنا هقول لك ان لسه ما كملتش. طيب بعد كده هقول له ايه؟ هيقول له دايركتوري باك جراوند. يعني ايه؟ يعني انا عايز الموضوع يتم في الخلفيه من غير ما احس بيه. باك جراوند، جراوند دوكيمنت باك جراوند اند اوبن، يعني هيفتح الملف ويقفله من غير ما انت تشعر بيه او ياخد منك الوقت. تمام، طيب اخر حاجه بقى ايه؟ دوكومنت كلوز، يعني اقفل لي الملف دوت. دوكومنت كلوز. طيب هنا بقى بيسالني سيف، يعني اسيف الشغل ده ولا لا؟ فبقول له ماشي سيف، بقول له كود بلوك اهوت. كود بلوك ده هيبقى فيه كلمه ترو بس كده. تمام، ايوه بالشكل دوت. اجي اقول له خد المسار دوت، ادي له مسار، وليكن مثلا افتح الكمبيوتر بتاعي، اخش على الاف، اخش على البيم، اخش على مثلا على المشروع دوت، اقول له اوكي. تمام، واقول له بعد كده رن. حاليا هو فتح الملفات، لا الفاميلي اللي موجوده هناك، راح مسيفها بسرعه.